أنا أتفق مع جناب الدكتور، ممكن أنه يعني استدعاء المواقع الأسلحة، وأنا شخصياً أرجح عمليات اغتيال، يعني ممكن اغتيال القيادات، يعني هذا الأسلوب نجح بالنسبة لحكومة نتنياهو يعني ومؤثر جداً، يعني استهداف سنوار أثر كثيراً على حماس واستهداف السيد حسن نصر الله، ممكن هذا الأسلوب الذي تفكر به، خصوصاً وأن استهداف بالتقوى الأمريكان أيضاً قاموا به، وكما أشار أستاذ علي أيضا يعني أنه الموضوع على شفا حفرة، يعني هي مسألة توقيتات فقط. أنا شخصيا أعتقد أنه ممكن في بداية نوفمبر سيتم استهداف إيران، والضربة العراقية الإيرانية أنا أعتبرها ضربة موحدة يعني، وهذا ما أشار له حكومة نتنياهو 32 هدف، نعم يعني 32 هدف هو المرجح، اعتقد سيكون في استهداف كبير يعني حتى لشخصيات داعمه، الموضوع ليس فقط على قياده الفصائل فقط. انا نتنياهو اعتقد انه الحكومه العراقيه والدوله العراقيه ماسوره، وان قرارها، وحضرتك تشاهد الحراك اللي يحصل في لبنان الان على سبيل المثال، يعني هناك قوه بدات تستغل اللحظه لاعاده تشكيل يعني الخارطه السياسيه الداخليه، والعراق ليس بعيدا عن اجواء لبنان، يعني هناك ايضا نوع تغول لكتله الاطار وازاحه لقوى سياسيه مدنيه وصدريه، وعمليه يعني سطو على الدوله، وهذه اسوء ما في هذه اللحظه انه هذه الاحداث تحصل والصراع الاقليمي حاصل ونحن تحت قياده الاطار التنسيقي لتقريبا ثلث هو كتل فصائلية، فهذا محرج لأن الحكومة يعني تتقيد، لا تستطيع أن تأخذ قرار ولا تستطيع أن، وهذا ما يفسر الحرج الكبير الذي يعني وقع به السودان.